أشرقت بنا هذه الأيام ذكرى مولد الرسول الهادي والنبي المختار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الذكرى المباركة التي تذكرنا بميلاد هذا الإنسان العظيم الذي غير مجرى التاريخ وحقق العدل في المجتمع، الذي ساده الظلم والاستبداد وشتى الأمراض الخلقية، فاختار الله تعالى نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لهداية الخلق، فأزال الجهل ونشر العلم ورسخ الإيمان في قلوب الناس، وقاد البشرية كلها نحو العزة والسدد حتى أصبحت أمته خير أمة أخرجت للناس. يا مصطفى ولا أنت ساكن مهجتي، روحي فداك، روحي فداك، وكل ما ملكت يدي. عيد المولد النبوي الشريف إن سمي بدعة فهو بدعة حسنة، لأننا لو رجعنا إلى ما يحصل في عيد المولد
من تلاوة للآيات القرآنية، من قراءة للأحاديث النبوية، من ذكر لله، من صلاة على النبي، لا نجد أن هذا يخالف ميزان الشرع الكتاب والسنة أبدا، إنما يوافقه. وهذه المناسبة إنما هي ذكرى لنذكر الناس أيضا بشمائل النبي عليه الصلاة والسلام، بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى نذكرهم بما جاء في كتاب الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فعيد المولد، الاحتفال بهذا العيد، بعض الناس يقول أنه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت هذه الاحتفالات. ورد في الأثر أن الكثير من التابعين وما بعدهم قد أحدثوا هذا الأمر وهو الحسن لتذكير الناس، ويا ليتنا نعيش هذه الذكرى دائمة في كل أيام حياتنا، لأنما إنما هي الذكرى في معناها إنما هي التخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. كيف نعبر عن احتفالنا بعيد المولد النبوي؟ كيف نقف من هذا اليوم الكريم الذي كان منعطفا مهما في تغيير وجه البشرية القاتم الذي كان يعيش صورا وصنوفا من الجاهليات؟ لعل القارئ لذلك التاريخ الذي سبق الإسلام يستغرب كيف كانت تعيش تلك الأمة وحسبها أنها وصفت بأنها جاهلية. ولذلك لما نعيش ذكرى المولد أقول يجب علينا أن نتذكر أننا لا نجد غضاضة أن نقف من أيام مولدنا لنتذكر تلك المرحلة التي أنجبنا فيها والدونا إلى الحياة. حينما يكون عيد زواج الرجل مع زوجه لا يتردد أن يأتي بهدية في يوم الزواج، حينما يكون مولد ولده لا يتردد في أن يظهر نوعا من الاحتفالية والفرح بمناسبة مولد ولده أو ابنته.
طيب نحن على مستوى شخوصنا مع ما نحن عليه من تقصير وتفريط ومحدودية أثر لا نجد غضاضة في أن نتذكر ولو على سبيل التذكر لا أكثر ولا أقل لقولي في موضوع أعياد الميلاد واحتفالنا بأعياد الميلاد وتقليد الغرب. أنا أقول لا مانع البتة من أن نتذكر تلك الأيام الجميلة لأجل أن نؤسس لها لتجدد العهد لما بعدها دون أن نجعل معها احتفاليات هي ليست من ثقافتنا ولسنا من ثقافتها. لكننا حينما يأتي مولد النبي صلى الله عليه وسلم ضمن هذه الرؤية التي تجعلنا ننظر إليه صلى الله عليه وسلم على أنه ذلك الرسول الأمين الذي أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة، ألا نستطيع أن نقول إننا نحب أن نتذكر مولده لا لأجل مولده فقط بل لأجل أن نتذكر ماذا أحدث مولده في هذه الدنيا من أثر طيب رأيناه في وجودنا. الآن لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنا نرزح تحت صنوف الجاهليات والوثنية والعصبيات. لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو رسول الإله والذي هو النبي الإله سبحانه وتعالى لما كنا على ما نحن عليه من حالة العبودية لله الواحد الأحد، فإذا بآلهة عديدة تتناهبنا كل منا يتخذ إلهه على هواه ثم يكون ذلك محلا لاختلاف الناس، فإذا بهذا الأمر يجمعنا على الخير ويجمعنا على وحدة الصف. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ما هي فوائد الصلاة على النبي؟ جاءت الأحاديث الكثيرة تحث المسلمين والمؤمنين على الصلاة على النبي، وقد بحثت في هذا الأمر وألفت كتابا في فضل الصلاة على النبي وفي فضائل الصلاة على النبي، وأكرمني الله تعالى بحوالي 1000 صيغة من الصلاة على النبي جمعتها في كتاب أسميته دلائل السرور والمسرات في الصلاة على سيد السادات. ومن يوم أن ألفت هذا الكتاب سبحان الله، الله عز وجل أكرمني بالخيرات والبركات ببركة سيد السادات صلى الله عليه وسلم. فوائد الصلاة على النبي كثيرة. جاء عن الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أكثركم قربا مني يوم القيامة أكثركم صلاة علي في الدنيا. يعني أنت تريد أن تكون مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، عليك بالصلاة على النبي. لا شك أن القارئ لتاريخ نبينا صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة يكاد يعلم بالضرورة ما كان عليه قبل البعثة
وهذا الأمر مثل حالة تمهيدية استحق بعدها مقام النبوة. فلا يتصور من إنسان مسرف مذنب لم يترك سبيلا من سبل المعاصي ثم بعد ذلك يكون في مرتبة من مراتب العلوم ومرتبة من مراتب العطاء، فما بالك بمرتبة هي ليست للبشر وإنما هي من اختصاص الله يختص بها من يشاء من عباده، وهي مرتبة النبوة. إن القارئ لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيما قبل بعثته يجد عنوان الصدق والأمانة الصادق الأمين، يجد عنوان الهمة حيث أنه رعى الغنم، وحيث أنه مشى في تجارة عمه أبي طالب، وحيث أنه اشتغل في تجارة السيدة خديجة، حيث أننا نعلم من سيرته قبل البعثة الحكمة العالية التي تميز بها، وأنت تشير إلى حادثة رفع الحجر الأسود، ولك أن تتحدث عن كل تلك الاعتبارات التي كانت حاضرة فيه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. وحشنا يا رسول الله، يا سيدنا شوقنا زاد والله، ومهما طول الغياب محمد مشتاق لك والله، محمد قلبي عليك صلى. Thank you.
هم بالحبيب محمد وذويه، إن الهيام بحبه يرضيه، إن مات جسمك فالهوى يحييه، جسد تمكن حب أحمد فيه، تالله إن الأرض لا تبليه. أم كيف يفنيه التراب وحبه في قلبه ومديحه في فيه، أكثر عليه من الصلاة فإنها هي نور قبرك عندما تأويه. على قدر عمق حب المؤمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرفه على أخلاقه وسيرته، يكون التعلق بذكرى مولده والتفاني في حبه والشوق إليه وخدمة رسالته، وذلك برهان على العلاقة الوطيدة التي تربطه بحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبالسلسلة النورانية التي يكتسبها من الأولياء والعلماء والصالحين الذين أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وساروا على نهجه واقتدوا بسنته. كان معكم نواف الملا من رحاب مجمع الشيخ أحمد كفتار بدمشق. نلقاكم على خير إن شاء الله، وكل عام وأنتم بألف ألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.